وأشار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى مناقشة دور حلف الناتو في محاربة الإرهاب باعتبارها كانت عضوا في التحالف ضد تنظيم داعش، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمبادرة الحلف بتدريب جنود في العراق، وذلك في إطار محاولات تحقيق الاستقرار فيه. نحن ناقشنا دور الناتو في محاربة الإرهاب، فالناتو كانت عضو في التحالف الذي يحارب داعش. 98% من الأراضي في سوريا والعراق التي كانت تسيطر عليها داعش تم تحريرها، ونحن ندرك أن هناك التزام حتى تستمر العمليات. الناتو ستظل تستثمر في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية حتى نبني القدرة ونحقق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأمريكا تدعم مبادرة الناتو لتدريب الجنود في العراق. في أفغانستان أيضا لدينا التزام كبير ولدينا عاملون هناك حتى نمكن من إيجاد حملة لهزيمة القاعدة هناك.